السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وكيمبس وجماهير، معاكم وليد محمود، وحلقة جديدة إن شاء الله يا رب تعجبكم. إحنا شفنا الرجاء بطل الدوري وسعيد بقى في الدوري المغربي، والدوري كان خلاص مع الوداد، الدقيقة 89 وكام ثانية قلبت الدوري من الوداد للرجاء، والمعنويات في السماء والجاهزين بمعنويات مرتفعة لنادي الزمالك. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، اضغط على لايك وشير وكومنت، واشرف بكل الناس اللي هتشترك في القناه. الايام الجايه فيها حلقات قويه ان شاء الله، حلقات تعجبكم وهنطور، وبتمنى انكم تشتركوا معايا، واللايك والجرس، الجرس مهم جدا يا جماعه. فاللي يهمنا نادي الوداد فرقه قويه جدا، فرقه منتشيه فرحانه، فازت بالدوري المغربي والنفسيات في السماء. على فكره الدوري المغربي عدى كتير وسبقنا كتير، والدوري المغربي احسن من الدوري المصري بمئات، بتصوير، بلعيبه، بتحكيم، بكل حاجه. بصراحه انا بقولها والارزاق على الله، لكن فعلا الدوري المغربي شوفوا التنافس، نهضة بركان، الوداد، الرجاء، وفي اللحظه الدقيقه الاخيره الدوري ممكن يروح للثلاثه، يعني في ثلاث فرق بتنافس على الاول، مش على الهبوط بس، لا على الاول وفي على المركز الثاني، وفي ففي تنافس جدا في الدوري المغربي القوي جدا، القوي جدا. فدلوقتي الزمالك انا مطمن لطريقته، بس اتمنى من باتشيكو ما يغيرش، يعني ما تلعبش في التشكيل كتير. النادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، مع اللعب الدفاع المنطقه والمرتدات، فوزنا على الاهلي وفوزنا على الرجاء كله بنفس، على الترجي التونسي فوزنا بنفس الطريقه اللي احنا يعني نتمنى انك انت بتتقنها، فما تغيرش، فما تلعبش بالهيكل الاساسي وبالطريقه. محمود علاء الوينش طبعا، اذا كان قدامه هيبقى طارق حامد، تمام، ده الشكل الدفاعي، هيبقى محطات، هيبقى معاك اوباما، هيبقى معاك طبعا بن شرقي، ممكن اوناجم في اليمين، طبعا عندك ممكن كاسونجو عفوا كاسونجو يبقى في الشمال، وتلعب براس حربه مصطفى محمد، ما فيش مشكله، بس اهم حاجه انك تامن دفاع كويس. ومين اللي هيلعب عندك في اليمين؟ يعني احمد عيد انا ما اعتقدش انه هيبقى كويس جدا في اليمين، فانت المشكله بنادي الزمالك قلبي الدفاع مطمن ليهم جدا، لكن ظهيري الدفاع مين اللي هيلعب؟ عبد الله جمعه في الشمال، مين اللي هيلعب في اليمين؟ حازم امام، احمد عيد، لكن لازم نامن دفاعنا، لازم الزمالك طول عمره امن في دفاعه. الونش ما شاء الله عليه، ابو جبل بيلعب دور عالي جدا، الكرات العاليه هنشوفها زي المطر، عندهم مالونجو مش ممكن في ال 18، هو بره ال 18 سيبه براحته، ما فيش منه خوف، لكن في عندهم لعيب وافتكروا الاسم ده، لو فايق مشكله كبيره لنادي الزمالك، محسن متولي لعيب كبير جدا، لعيب مش ممكن، لعيب دماغ، صانع لعب، يعني احنا مثلا شفنا بن شرقي ودوره مؤثر جدا في الهجوم، محسن متولي كذلك، بس محسن متولي غير بن شرقي، بن شرقي ممكن بيلعب تحت رؤوس الحربه، وبن شرقي دايما بيروح الشمال، يعني بن شرقي دايما بيروح ناحيه الشمال كده، وبيسرق وبينزل وبسرعاته وانطلاقاته وبتلاقيه جاي. هم عندهم محسن متولي بقى في كل حته، محسن متولي تلاقيه تحت رؤوس الحربه، بتلاقيه في اليمين، بتلاقيه في الشمال. ففرقه الرجاء يا جماعه فرقه تقيله جدا وفرقه قويه جدا، هنلاعب فرقه بتلعب كرات العاليه، هيبقى دور كبير جدا على محمود علاء والونش في الكرات العاليه، اللي ما شاء الله عليهم مستواهم ثابت، الكرات العاليه دايما الحمد لله، بس في الفتره الاخيره دفاع الزمالك اهتز في كذا في كره عاليه، شفنا دخل في كام كره في الزمالك من كرات عاليه، ده ما كانش بيحصل ابدا، يعني ايام باتريس كارتيرون فعلا يا جماعه الزمالك كانت اي كره عاليه تبعه مع خط ظهر نادي الزمالك. فاتمنى كده مره ان احنا ننتبه جيدا للكرات العاليه، هم بيلعبوا بسرعه وبينقلوا كتير، بس مخهم في محسن متولي، يعني انت لو شفت محسن متولي قفلته مبروك. وعلى فكره احنا نقدر نكسب الرجاء في المغرب، يعني الزمالك مش ضعيف، لا الزمالك فرقه تقيله، الزمالك فرقه قويه، والزمالك عنده مفتاح فوز كبيره، فانت لازم تنتبه ان الزمالك يلعب دفاع منطقه كويس والمرتدات ان شاء الله. ليه؟ لان عندنا طبعا عفوا يا جماعه سامحوني، الشكل العمليه في الاخر تعبان ولا ايه الله اعلم. فمصطفى محمد لعيب كبير يسند ولازم يكون له دور دفاعي، كاسونجو بينزل من نص الملعب والمرتدات يروح، لازم كل لعيبه يبقى لها دور دفاعي معروف، حتى اوناجم دايما في طبيعه لعبه مساحات، هم هيدافعوا، هم هيهاجمونا، هيهاجموك بشراسه، بس انت بقى مثلك انك تخطف، مثلك زي ما انت عملت مع النادي الاهلي وعملت مع الترجي المرتده، هم هيجولك عايزين يخلصوا الماتش هناك، ده حقهم، ده حق مشروع، لكن انت شطارتك انك تخطف، فنادي الزمالك لازم يخطف هناك، وفرصتك قويه هناك،
الزملكاويه حبايبنا لازم، وان شاء الله الزمالك في النهائي ان شاء الله هيفوز. انا ان شاء الله ان شاء الله متفائل اذا لعبنا بطريقتنا وباتشيكو ما قلفش ولعب بنفس طريقه. انا عايزه يلعب بنفس طريقه نادي الزمالك، الدفاع المنظم، اجنحتك ظهري الدفاع معروفين، الاجنحه مين اللي كاسونج شمال ولا بن شرقي في الشمال، هتلعب باتنين رؤوس حربه مصطفى محمد وكاسونجو، وتلعب بن شرقي في الشمال وناجم في اليمين. انا لا، انا بقول بنلعب راس حربه واحد واتنين في اوباما وبن شرقي تحتهم وظهري الوينج اليمين والوينج الشمال، هيبقى فيه هجوم جدا وهيبقى فيه فعلا يعني مرتدات قويه جدا. بس برضه لازم يكون لك دور دفاعي، ناس لازم تبقى جنب طارق حامد. طارق حامد بيتعب جدا يا جماعه في وسط الملعب. فان شاء الله هنبارك للزمالك هناك ان شاء الله، ونفرح وان شاء الله هنلعب الاهلي في النهائي، وان شاء الله بنفوز على الاهلي ان شاء الله. تمام، فنتمنى الاهلي يفوز ويكون في النهائي، ونتمنى الزمالك ان شاء الله يفوز الماتش ده. وهيبقى في حلقتين مميزين جدا قبل ماتش الوداد وقبل ماتش الرجاء، هنحلل ونقول الاسامي بقى، نقول اسامي الوداد مين واسامي الرجاء مين وطريقه لعبهم ومين مفاتيحهم، لان احنا دي حلقه بسيطه بنقول فيها ان شاء الله الاستعداد، والزمالك مستعد والاهلي راح تمام، وان شاء الله الاهلي والزمالك في النهائي والزملكاويه يكسبوا ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه، والسلام ختام. اضغط اللايك واضغط الشير واضغط الكومنت، وشكرا على اشتراكك في القناه، ده حاجه تشرفني، والسلام عليكم.